الحديث أكثر مشاهدينا عن ملف عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي، معنا عبر سكايب من لندن الأكاديمي أستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي. مرحبا بكم دكتور نعمة معنا. أخي الكريم حياكم الله دكتور. إذن ما دلالات توقيت عودة التيار الصدري إلى التنافس في انتخابات مجالس المحافظات بعد غياب سياسي يعني منذ تشكيل حكومة السوداني؟ أهلا بقناة الرافدين، القناة التي وجهت كثيرا من اللطمات إلى هؤلاء الذيول في العراق الذين يحكمون العراق، ونعتبرها القناة المقاومة للوجود الإيراني والأمريكي في العراق. أخي الكريم، الحقيقة مسألة أنه الصدر بعد غياب ما يقارب أقل من سنة أنه أصبح ليس له دور في الحياة السياسية وأصبح مهمش، وأصبحت قوات سرايا السلام مهمشة، ولذلك أنه بدأ يحس أنه المثل العربي يقول الماء بدأ يسيل من تحته، ولذلك أنه أصبح أو قرر العودة إلى الحياة السياسية. وأعتقد هذه العودة ستكلفه الكثير، ستكلفه الكثير، لأن القوات الأخرى قوات عصائب الحق وبدر وغيرها لن تسمح له هذه المرة بأن يعود كما عاد قبل سنوات. هل العراق متجه نحو سيناريو أشد سخونة في المرحلة المقبلة برأيك؟ الحقيقة أخي الكريم، العراق فعلا مقبل إلى مرحلة دموية وليس بسيطة، أعتقد مرحلة دموية، بالرغم من أنه الآن كثير من المحللين الاستراتيجيين يؤكدون بأن العراق يعني واقف على صفيح من النار، وسيكون هنالك تفجر أو انفجار الوضع في العراق، وسيكون هنالك قتال شرس بين العصائب بالذات وسرايا السلام وبالذات في البصرة وسامراء. وبذلك أنه الصدر يريد عودة إلى الحياة السياسية بكل ما تعني الكلمة، ولكن الإطار، ذيول الإطار لن يسمحوا له بهذه المرة أن يعود كما كان في السابق. إذا عاد فهو ضعيف غير قادر على ملاقات هؤلاء، ولذلك أنه سيصبح القتال في الشوارع، في المدن، في المحافظات، في كل مكان فيما بينهم، وهنا ستتدخل إيران على الوضع. وهذا أيضا ما دعا مجلة فارن أبرز أن تذكر بأنه الأوضاع في العراق يعني تدريجيا سوف تتداعى، وهي تتداعى منذ تشكيل حكومة السوداني. أين تقف الحكومة الحالية ما يجري من تصعيد للأوضاع بين الميليشيات؟ الحكومة أخي غائبة، الحكومة ليس لها أي سند لا معنوي ولا قانوني ولا أمني، إنما هي طائرة في بين قوى الإطار، وهي تلعب أوراق هنا وهناك، ومع الأسف كل هذه الأوراق محروقة، يعني محروقة تماما. ونرى السوداني شوف يتجه إلى كثر عقد المؤتمرات أو الزيارات لتقضية وقت ليس إلا، أما أنه الأوضاع في داخل العراق فهي أوضاع مزرية، أوضاع قاتلة، اقتصادية، أمنية، بالرغم من هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة.
إذن من لندن الأكاديمية أستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي، شكرا جزيلا لك دكتور. أهلا وسهلا.